السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنيين، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معايا اليوم، ومئة الف مرحبا. توحشكم بزاف 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 بزاف، غبرت عليكم بزاف. شحال ما بقيت لحت شي فيديو، غير مع الظروف ومع العيا ومع مشكيس عليكم. والله العظيم لضروني واحد الودنين، داروا لي حاله ما بقى عندي الخاطر لا ندير شي فيديوهات ولا ندير حتى شي حاجه. وهنا جيتكم فيديو جديد وفيديو زوين غادي نشارك معاكم عروض بيم. وان شاء الله ما غاديش نبقى نغبر عليكم، غير نولي الاحسن ان شاء الله ما غاديش نبقى نغبر عليكم. المهم اول حاجه غادي نشاركها معاكم هي هاد المنظمه هادي اللي زوينه بزاف، كتنظموا فيها فحال هكا القهوه. هادي كانوا داروها شحال هادي جابوها بيم، وعاودوا جابوها لكم حتى اليوم، عاودوا جابوها لكم. بصراحه موديل اللي زوين، منظمه راسها براسها. ها انتم كيف كتشوفوا الموديل ديالها، الشكل ديالها من الفوق كاين واحد الجاجه في النواغ، وكاين هذا المجير هذا اللي مقسم بحال هكا، كل بلاصه كتحطي فيها حاجه. هذا هو الشكل ديالها. هذه كتحطها البنات فوق الرخامه، وكديروا بحال هكا فوقها الماكينه ديال القهوه والكويسات حداها، كتجي زوينه البنات هذه. والثمن ديالها زوين، الثمن ديالها 2400، نفس الثمن باش كانوا جابوها المره اللي فاتت، جابوها حتى هذه المره ب 2400. المهم كاينين حتى زريبيات البنات، كديرهم فحال هكا في الكولوار، كديرهم في الصالون، كديرهم في سيجور، فيما ما عجبكم. راه فيهم العبارات بزاف وعبارات اللي مختلفه. غادي تشوفوا هذه اللي في الكولوار كيفاش تجي. ها نتوما دي الزريبيه اللي كتجي في الكولوار، كاين هذا اللون الكري مع هذا البيج، وكاين نواغ مع الصفر. غير ما قدرت نحل النواغ لانهم ملصقينها، وهذه هي اللي لقيتها محلوله. العبار اللي فيهم 300 سنتيم على 80 سنتيم، هذا هو العبار اللي كاين فيهم. الثمن ديالهم 250 درهم. وكاينين هادو تاع العود، تقدروا ديرهم فحال هكا على شكل قراده، تقدروا تحطوا فيهم شي حاجه، كيف بقى لكم نتوما الاختيار. هذا هو الشكل ديالهم، فيهم ثلاثه البياسات، فيهم الحجم الكبير والحجم المتوسط والحجم الصغير. هذا هو الشكل. فيهم في الجنيبات ديال الجناب ديال العود اللون ديالهم في الكري، غادي نوريكم باش تشوفوا. هانتوما من تحت الشكل ديالها، هادو هما الجنيبات فيهم الكري. الثمن ديالها 150 درهم. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، الثمن ديالها 150 درهم. هانتوما راه كنوضح لكم مزيان في الفيديو لانه بان ليا ما واضحش انايا هذا الخط. والمهم الثمن ديالها 150، يعني 3000 فيها 4، فيها ثلاثه البياسات، سمحوا لي ماشي 4، ثلاثه البياسات، الحجم الكبير والمتوسط والصغير. شوفوا الخشب ديالها راه كتبان حاجه مزيانه. كاين عاوتاني هاد السنيدلات هادو البنات، والثمن ديالهم 70 درهم. هاد السنيدلات هادو كانوا في الاول جابوهم كانوا دايرين ليهم 100 درهم، دابا دايرين ليهم 70 درهم. كاينين ديال الاولاد وكاينين حتى ديال البنات، غادي نوريكم شي وحيده ديال الاولاد تشوفوها كيفاش دايره. نفس الثمن ديال الاولاد وديال البنات 70 درهم. ها نتوما هاد الموديل هذا، راه كيف ما قلت لكم فايتين جابوهم وكانوا حاسبين ليهم 100 درهم، دابا داروا ليهم 70 درهم، يعني نقصوا الثمن شويه ولا ترخيصه. كاين حتى هاد العلب هادو، هذا هو الشكل ديالهم، فيهم 4 البياسات هاد العلب هادو، الثمن ديالهم 13 درهم يعني 260. فيهم هاد ثلاثه الوينات، فيهم الغوز، فيهم النواغ، فيهم بيستاج. كاين عاوتاني حتى هاد الموديل هذا، حتى هاد العلب هادو زوينين فحال هكا البنات المدرسه الوليدات
ليهم. شوف حالك المدرسة كديروا ليهم في حالك الماكلة ديالهم، كاينة المعيلقة هنايا، هادي راه شحال هادي كنت خديتها العام اللي فات ومازالين عندي مزيانين. هذا هو الشكل ديالها، والثمن ديالهم 13 درهم. هادو البنات اللي كيديروا في حال هكا في الحمام كتحطوا فيهم اي حاجه، وحتى كالشكل ديالهم كيبقى زوين، راه مازالين كاينين عندهم. هاد الكويسات هادو حتى هما مازالين كاينين عندهم، هادي كديروا فيها في حال هكا الماء او العصير مازال كاينه عندهم. حتى هادو اللي كديرهم في حال هكا في الدوش ها هما مازال كاينين عندهم، حتى هما مازالين كاينين. كاين في هذا اللون هذا فحال الكراميل مع الذهبي، كاينين حويجات كثارين اللي مازالين كاينين في بيم. غادي نقول لكم بعدا بيم فين جات. جات في جيت حي مولاي رشيد حدا جوهرة والمنزة، وكاينة بالضبط في البيضة كيف ما قلت لكم في جيت حي مولاي رشيد حدا جوهرة والمنزه، وكاينه بالضبط في البيضة. كاينين حتى هاد العلاقات هادو مازالين كاينين، كديروا فيهم في حالك الزيوفه. وكاين عاوتاني حتى هاد الموديل هذا، هذا راه معروف شحال هادي كانوا دائما كيجيبوا هذا الموديل هذا، ولا عندنا حنا معروف. كاين فيه هاد الخشبه هادي اللي دايره، وعاد فيهم هاد القريعات هادو ديال الحديد، والغطايه ديالهم ديال العود. هذا هو الشكل ديالها، فيه خمسه صغار وجوج كبارين بزاف. هانتوما هادو راه كبارين بزاف، والغطايه ديالهم هاد الكبارين بزاف فيهم هذيك في الذهبي، هذاك الديكور في الذهبي. هذا هو الشكل ديالهم، الثمن ديالهم 150 درهم يعني 3000 الثمن ديالهم. كيف كتشوفوا فيهم خمسه القريعات صغار وجوج كبار، كنتوقع يقدر يكون فيهم الالوان، يقدر يكون الابيض والنوار ما عرفتش، ولكن ما انتبهتش واش كاين شي الوان ولا لا. وهنايا هادشي ها هو مازال كاين في بيم، شحال هادي كانوا جابوهم ومازالين كاينين. حتى القرعه ديال الزاج الكبيره مع الكويسات الصغار مازالين كاينين.
Thank you.